السلام عليكم. وضع الطيران على الموبايل. أغلبنا يعتقد أن وضع الطيران فقط لما تكون راكب طيارة، وهذا اعتقاد خاطئ، وأن وضع الطيران له فوائد كثيرة ممكن تساعدك في حالات كثيرة. تابع معنا الفيديو للنهاية علشان تستفيد إن شاء الله. أولا، لو البطارية راح تخلص وما فيش شاحن عندك، وانت كنت خارج البيت وما فيش شاحن، وانت بحاجة تخلي الموبايل شغال لغاية ما توصل لمكان في شاحن، في هذه الحالة خلي الموبايل في وضع الطيران، وفي هذه الحالة الموبايل سوف يوقف عمل التطبيقات والإشعارات وأي شيء شغال في الخلفية ويركز على الشحن طبعا، ويحفظ لك الشحن لغاية ما توصل لمكان فيه شاحن وتستطيع شحن الهاتف. ثانيا، لو عايز تشحن موبايلك أسرع والموبايل ما في خاصية الشحن السريع، أو حتى في خاصية الشحن السريع ولكن أنت تشعر أن الموبايل بيشحن بطيء، جرب تعمل الآتي: وصل الموبايل بالشاحن وفعل وضع الطيران، وهيك أنت بتخلي الموبايل يخلي كل تركيزه على الشحن ويوقف كل الإشارات اللي ما إلها لازم، وراح يخلي كل الطاقة تروح للبطارية وراح يكون الشحن أسرع. يعني لو الموبايل بيشحن من 0 إلى 100 بساعتين راح يشحن بساعة ونصف أو أقل. ثالثا، لو أنت طالب وبدك تذاكر ومش عايز كل شوية يجي لك إشعار من فيسبوك أو من تطبيقات أخرى، فخلي الموبايل في وضع الطيران وهيك أنت بتركز في المذاكرة. رابعا، يعتقد البعض أنك لما تشغل وضع الطيران فأنك لا تستطيع تشغيل أي خصائص تانية على التلفون مثل البلوتوث أو الواي فاي، وهذا غير صحيح، فبإمكانك تشغيل الواي فاي بعد تشغيل وضع الطيران. خامسا، لو النت عندك ضعيف أو بيفصل، وأحيانا كثيرة الهاتف بطيء أو حتى بيفصل، قبل لا تشغل الراوتر مرة ثانية جرب وضع الهاتف على وضع الطيران مدة 20 ثانية، بعد ذلك أغلق الهاتف وأعد تشغيله، سوف تجعل يعني أنه راح تجد أنه اشتغل. أتمنى أني أكون قدمت شرح مفيد، وإذا أعجبكم الفيديو والمحتوى أرجو أنك تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.